أخ يا الله. أيوة ألو. يسعد صباحك ماما زهرة. صباح الخير خليل، صباح الخير. أنا دقيت لفريحة خانم بس طلع موبايلها مسكر، قام انشغل بالي شوي. ولما محمد قال لي مرضانة قمت دقيت للبيت بس يمكن انتو ما سمعتوا. فرحة مرضانة شوي. خليل ابني هلأ هي نايمة جوا. ايه ماشي، اتضل بخير ان شاء الله. ايه ليكو، خطيبك من الصبح عاملنا مناحة. ولا بيهمني امر امي، بكفيني امير يتحسن. ايه وشو بده يصير اكتر يعني؟ هيك ناوية تلعبينا طمامة؟ امي شو كان لكم شغل هنيك؟ جانسو شو كان لها شغل؟ روحي اسألي جانسو لشوف. روحي لها على بيتها، روحي على بيت سينم خانم واسأليها لجانسو بنفسك. ايه اذا فيك تسألي. قلي لها اذا بتقدري تقولي شو كان لك شغل عند الشاب يلي انا بحبه من زمان. ايه يا فريحة خانم، هيك بتوطي مناخيرك يلي دايما رافعتيهم لفوق، ورح توطي راسك لتحت كمان. أنا المسا كمان رايحة لعند أمير. يا الله دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي، ليش هيك عم بيصير معنا؟ يا ربي دخيلك تأخذ روحي وتموتني وتخلصني من هالعذاب مع أولادي.